لكم فيديو جديد. قبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لحتى يصلكم كل جديد من قناتي ريم كتابة. اليوم بهذا الفيديو رح نلعب لعبة بيكي اكس دي. طبعا جايز حابة لكم انه خلينا نوصل 2000 مشترك بأسرع وقت. يلا خلينا نوصل 2000 مشترك بأسرع وقت. وتاني شي بدي اياكم اياه انه انا اذا وصلت 5000 مشترك يمكن اسوي سحب على بطاقات جوجل، يعني ممكن يكونوا 5 بطاقات هيك شي. فجايز خلينا نوصل 5000 اسرع وقت ممكن. ويلا طبعا فكرة فيديو اليوم انه انا رح ورجيكم خدعة حلوة. طبعا لازم يكون عندنا فأر تجارب اللي هو شخص من هدول الاشخاص هون. شوفوا شو لازم تسووا، هي بدكم هيك تضل اللعبة. شوفوا هيك ثانك يو اي لاف يور ستايل. اوكي جايز شوفوا رح توقفوا هون، تضغطوا على تبع البيت وتضغطوا على الشخص. يعني لازم اجباري يكون قدامكم شخص. تضغطوا على تبع البيت هاي تبع تغيير البيوت، وتضغطوا على الشخص الثاني اللي من تحت هون او اي شخص من كان. ها هيك شايفين. بعدين بتروحوا ضاغطين على الانستغرام تبع الانستا، ماشي، بتضغطوا على الانستا. بعدين رح تروحوا على الهي. طبعا من زمان انا نفسي اعلمكم اياه بس كل مرة كنت بدي اجي اصور فيديو، يعني اسوي فيديو بيطلع لي يا تحديث جديد يا اماش فبنسى. فشوفوا جايز صرتوا تختفوا بس لسه ما كملنا. هلا فيكم تصوروا انتو صورة اذا ما بدكم، بس انا ما رح اصور. بعدين بدكم تضغطوا مو على السحم، شو سحم، ما بدكم تضغطوا على هذا الصح الاخضر، بدكم تضغطوا على الصح الثاني هذا يلي شفاف كتير. دوبكم لازم ضغطنا عليه، ماشي. ليكو شو كيف صرت انا شك كيف صرت. بعدين هيك تسووا ترجعوا لعادي طبيعتكم. كمان فيكم تتصوروا صورة وانتو هيك. شوفوا بضغط على الصديق ماكس. تمام يلا رح اتصور. هاي يعني هاي الخدعة بتصير هيك انكم تتصوروا وانتو مخفيين. شايفين؟ واو جايز كتير حلو. شايفين هيك انا مخفية بقدر اصور من هدول. هلا دانا اذا شافت الصورة مثلا راح تستغرب. فشوفوا بتضغطوا الصح هذا وبعدين بتروحوا كاتبين شير اون ذا فيد وعادي بتنتشر الصورة وانتم مخفيين. ماك جايز وصلنا ل 100 فولورز. تاني شي شايفين شو بصير معاكم؟ بصير مثل كأنه تو داي كده ما بعرف، لا تو داي شو مثل 3 داي بس هي 2 بالشطرنج. كان شايفين كيف صارت؟ واو جايز كثير حلوه. طبعا اذا بدكم ترجعوها لطبيعتكم، لحظه شوي خلينا نلتقط هون صوره. وي لحظه نتحرك هيك يمين وشمال ونمشي. يلا الشاشة بطلت تلتقط الصورة. اوكي اذا بدكم ترجعوا لطبيعتكم جايز بتروحوا على بيتكم، ماشي، بتضغط بتفوتوا على بيتكم عادي، ترى بترجع عندكم عادي والامور كويسة وعادي. خدعة هي كتير حلوة، يعني انا بالنسبة لي كتير عجبتني الخدعة هاي. فا اوكي جايز ثواني شوي لسه في شغلة تانية كمان. وصلنا 86، يلا بدنا نوصل 1000 لايك. اصبر شو هاي اخذتها انا كنت عم بلعب مع المتابعين. هاي نو اتس اوف هاي لا لازم بدنا نكمل مهمة اليوم. جاي بقى اكمل مهمة، استنى بدنا نشوف هيك كملنا مهمة تكون حلوة بقيانا شوي رح نخلصها. يعني شوفي مهمات قربنا نخلصها. هي I update just to collect them. لازم في صندوق مخفي وينه؟ طيب هاي دانا، لوفي دانا، دانا احبك. خلنا نسوي لها فولو. يمكن انا مسويت لها مو لا مو مسويت لها. هي مصورتني وانا كنت قاعدة عم بتصور هلا من شوي. هاي كمان احد المتابعين يوم سويت حفلة الالف مشترك كانت موجودة. اوكي نحط لها هيك لايكات. تمام هلا بدنا نروح نشوف الصندوق اذا في صندوق. في كثير منكم قال لي انه في صندوق محل هذا الفي اي بي كلوت كيف كانت تنلف هون. قالوا لي هون بعدكم بس ما بعرف يعني اذا بس انا اخذته ما في.
طب انا ليش ليش يا ربي ما اقول اخذته دانا. اوكي يلا اوه هي مشتريه البدله النطاطه، والله نفسي فيها كثير يا جماعه، نفسي كثير فيها. سواء مين الاصدقاء كلهم طلعوا، ميار 11 ما ضل عندي مساحة أصدقاء، 97 خلاص وصلنا 1000 5000 خلاص. بيكا اكس دي ليش ليش انتيها؟ يعني كان لو هلا انا عندي 1000 كنت سويتكم، كنت وصلت مثلا مع الادمن وقلت له انه مثلا اعطيني 5 كودات وانا راح اعطيها متابعيني مثلا هيك شيء. يا ريت يا ريت جايز. فا اوكي بدكم اعلمكم خدعة كيف تحصلوا على بدلات مجانا، اذا بدكم اكتبوا لي تحت بالتعليقات ماشي. وبس اصدقائي اللي بيكون خلص الفيديو تبعنا، بتمنى انه عجبكم. طبعا لا تنسوا تضغطوا لايك شير سبسكرايب. بدي ارجع اسوي الخدعة مرة ثانية، عجبتني عجبتني. لا لا او ماي جاد، استنى ندخل هون، حدا يجي هون، هاي في بنت هون. اوكي نفسها كأنه البنت اللي شوي سوينا لها التجربة، نضغط هذا. شوفوا طبعا فيكم تغيروا بيتكم انتوا هيك شايفين، تا 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 شايفه دانا اكيد، ما بعرف يعني اذا دانا لا رورو متفاجئه. رورو عرفت غاز، رورو عرفت جايز، رورو 21 عرفت خلص عرفت. رورو انت جيتي من نهاية الفيديو، فكملي الفيديو لنهاية وراح تشوفيني قاعدة عم بقول لك كملي الفيديو. هاي جوسب الجيرل بس الكذبية. اوكي خلنا نقلها بس فيديو جيم عشان تعرف تشوف حالها بالفيديو. فيديو جيم مي، اوكي مي، شوفي حالك بنص باخر الفيديو. وبس اصدقائي لهم بخصوص الفيديو تبعنا، بتمنى انه عجبكم وبس بحبكم كتير 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 كتير. باي.